هذه زيارة بشهادة كل المراقبين وبشهادة بعض الإخوة الذين رافقوا السيد الرئيس في زيارات سابقة، وتختلف تماما عن كل الزيارات. وأنا أعتقد أنها هي نقطة التحول الرئيسية في علاقة السودان بالإمارات. واستقبل الرئيس استقبالا رسميا كبيرا، كانت هنالك حفاوة واضحة من ولي عهد أبو ظبي وأسرة كل الأسرة الحاكمة في أبو ظبي، كذلك من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة وحاكم دبي. في هذه الزيارة بعد الاستقبال الكبير والمباحثات التي جرت، منح الرئيس أرفع وسام في الإمارات، وهذا دليل واضح على حجم التقدير والمكانة التي يحظى بها البشير في الإمارات. الصورة التي عرضت قبل قليل الآن معروضة كذلك، هي زيارة خاصة للرئيس إلى منزل أبناء الشيخ زايد، احتشدت كل الأسرة أبناء الشيخ زايد أصهارهم وأقاربهم وأحفاد الشيخ زايد. وأنا أعتقد أن الجلسة كانت جلسة خاصة فيها قدر كبير من الحميمية، برغم أن وسائل الإعلام الإماراتية رصدت هذه الزيارة وسجلت الكلمات التي دارت، لكنها دليل واضح وفقا للتقاليد العربية الأصيلة التي لا تزال مرعية في الإمارات، أن أفضل ما يمكن أن يقدم للضيف مثل هذه الجلسة الحميمة. ويمكن القول أن هذه الزيارة بمجملها زيارة وضعت العلاقة السودانية الإماراتية في مسار جديد، وعبر الرئيس وكذلك عبر الشيخ محمد بن زايد عن أن هذه العلاقة تقوم على شراكة استراتيجية، وهذه الشراكة الاستراتيجية يصفها محمد بن زايد أنها تقوم على بعد تاريخي وبعد العلاقة بين البلدين.